صاحب دنك. اسمع تكفى ابو سعد وقت النوم بك تقصي قصه وبنام. هو الله يستر يقول والله انك جدو. يلا هو قاعد يقص القصه. انا اتذكر الفتاه الجويه. اقسم بالله اني عارف القصه. اقسم بالله اني عارف القصه. انا اقسمت لك بالله اني عارف. اسمع قاعد اتخيل اقول بعد 100 سنه وش بيقولون عيال طاهر جده وش سوى؟ طاهر غزا القوم وطاهر طاهر في قناه الواقع. يقول جدي طاهر عبد العزيز عبد العزيز طيب وش يقولون؟ عبد العزيز بيقولون ان طاهر اخذ نظاره الغرباء. اسمع يقول طاهر اسمع جده في قناه الواقع هم بيسالوا جده ايش يسوي؟ بيسألون بيقولون جاء واحد اسمه محمد منصور كان يقول عن جدنا طاهر ما يغلين لا شو اسمه يا يقول كان واحد يعلق عليه اسمه محمد منصور وغزاه طاهر غزاه راح هناك في الغرفة جد عبد العزيز ايش يسوي؟ جد عبد العزيز كل ما جاء في البث جد عبد العزيز الله يرجيك يا طاهر. ذكرني والله بساعد سالفة الشاعر.